هل عمرك تخيلت انك تعيش وسط حرب؟ ما تقدرش. تخيل كده تصحى من النوم فجأة تلاقي مدينتك اللي كنت عايش فيها وذكرياتك كلها قلبت حرب ومش في ايدك حاجة تعملها، وده بقى منظر بيتك. احساس صعب صح؟ كل حاجة بتتقطع عنك، تبعد عن اهلك، تبعد عن قرايبك، ما تعرفش توصل من المكان اللي كان، ما تعرفش بكرة تخطط لحلم، لان انت مش عارف هتصحى بكرة هتكون عايش ولا لا. جينا لحالب جينا، سمعنا دق الطبولة، وانتو يا اهل حلب يا عنوان الرجولة، يا عنوان الرجولة. اهلا بيكم في فيديو جديد من سوريا، سوريا اللي توجع القلب، اللي كل مدينة فيها بزورها وافتكر ان ممكن مدينة اخشها ما احسش بوجع، ما احسش بألم الناس. وصلنا مدينة حلب، تاني اكبر مدينة في سوريا. المدينة اللي قبل ما اجيها كنتش عامل بحثي عنها كويس، فما كنتش متخيل ان هيبقى فيها كمية دمار كده. خليني اخدكم في جولة في مدينة حلب. تعتبر كانت واحدة من اقدم واعرق واحلى المدن تاريخيا، بس للاسف خليني افرجكم كان برضو كان الناس تفتكر وتشوف الحروب بتأدي لايه، الحروب بتعدي لدمار نفسي ومالي، دمار من كل حاجة. يلا بينا، اطولش عليكم، متنسوش تدوا لايك قبل ما نبدأ. مدينة حلب بتحس وانت ماشي في شوارعها انك ماشي ممكن نقول في مصر الجديدة او في اسكندرية. الشوارع القديمة، المباني القديمة، سيلها قديم زي ما هو. بصوا شايفها احلى مدينة. طبعا دمشق تاريخ وعراقة واحلى من اي مدينة، بس بالنسبة للمدن التانية حلب من احلى المدن اللي زرناها في سوريا لحد دلوقتي. الحاجات اللي لاحظناها هنا هي ان الدنيا فاضية قوي، يعني مقارنة بدمشق او الشام زحمة كتير. هنا رغم انها تاني اكبر مدينة، تاني اكبر مدينة صح في سوريا، الشوارع فاضية والمحلات كلها مقفولة. والسبب ايه؟ هلا ظروف بتوقع بعض الناس اضطرت انه تسافر، يعني في ناس غادرت البلد، في ناس طلعت تشتغل برا، يعني عدة اسباب يعني، وفي منها اسباب خاصة. الشارع لحد دلوقتي والعربية عدت، ده دليل ان فعلا الدنيا بتفضى، مفيش ناس، فاضي، مفيش عربيات معدية. احنا دلوقتي بنتمشى في المدينة القديمة بتاعت حلب. من اكتر حاجات دايما شيقة ليا لما بروح بلاد كان فيها حرب، يعني مثلا اكتشفت الموضوع ده وتعلمته لما كنت في العراق. كنت اعرف اذا كان شارع او منطقة كان فيها هنا حرب شوارع ولا لا، بص على ابواب المحلات هتلاقي دايما الرصاص، يعني بصوا هنا رصاصة، اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يعني من الاخر كان في حد مستخبي جوه وفي حد بيخبي او من بره. فهي دي يعني الموضوع بيبقى بالنسبه لي شيق جدا، ان كل شارع ماشي فيه بقعد ادور حواليا انهي مبنى كان متدمر، وبعد كده تغمض عينك وتتخيل ان من كام سنه، خمس ست سنين، عشر سنين، هنا الشارع اللي انا ماشي فيه دلوقتي، تغمض عينك كده وتخيل ان كان في واحد ماسك رصاص حي والناس بتقتل في بعض. حاجه توجع القلب طبعا. الشارع حرب شوارع، تخيل الطفل اللي كان متربي هنا، الراجل الكبير اللي مش عارف يعمل ايه، بيحاول يحافظ على بيته، اهو دمار. والكنيسه دي بيقولوا انها كانت متدمره اتضربت. ده الصراحه مأساوي، واصعب حاجه فيه انك تتخيل الناس اللي كانت عايشه هنا اثناء الحرب دي، واحد بيحاول يحافظ على عيلته واهله واطفاله ومش في ايده حاجه. ما بعرف شو بدي اقول لك بالعربي، البيوت كلها تهدمت تقريبا. حلب كمان يعني قبل الحرب كانت يعني المركز التجاري هون بسوريا، يعني بعدين بنشوف يعني بنفوت بالاسواق القديمه بحلب ونشوف كيف صارت يعني دمار ولا بس الدمار. بيوت كامله، بيوت، هاي الشوارع يعني محلات. ليش كانت حلوة؟ حلب بيسموه الشهبة، وطبعا هذا الشيء لأن هي حجارة لونها أبيض، فإذا لاحظ كل البيوت القديمة كلها حجارة لونها بيضاء، بتختلف عن شوارع دمشق القديمة وحمص القديمة. فحمص المسمى الشعبي لإلا أم حجار السود، لأن كلها مبنية من الحجر الأسود، أما هون بتلاقي الحجر الأبيض. حتى إذا بتنتبه على القلعة، هلا بس نوصل على القلعة كمل الفيديو حتلاقي إنه كمان حجار القلعة كلياتها من الحجارة البيضاء. لهيك قلنا إحنا إنه اسمين، حلب معروف عالمياً، والاسم المحلي المطلق عليها الشهرة. يمكن لما دخلنا سوق الدنيا بدأت تزحم أكتر. من أغرب المعلومات واللي بدأت أفهمها مع الوقت ومع السفر خلال سوريا، ستات أكتر من رجالة بكتير في الشارع، والسبب إنه غالباً أغرب الستات يا إما في أغرب رجالة يا إما في الجيش يا إما بيحاول يهرب عشان يهاجر ويجيب فلوس لأهله يبعتها في سوريا. فمعظم الناس اللي فضلت في البلد حاله بلد فيها حرب، 15 مليون تهجروا معظمهم رجالة، وملايين في الجيش وملايين اتقتلوا. ده مبنى واحد من اكبر الميادين في حلب كلها،
يعني زي مثلا اللي انا عايش فيه في القاهره وزي اللي كل واحد بيتفرج عليا عايش فيه. تخيل كده تصحى من النوم فجاه تلاقي مدينتك اللي كنت عايش فيها وذكرياتك كلها قلبت حرب ومش في ايدك حاجه تعملها، وده بقى منظر بيتك. احساس صعب صح؟ للاسف اللي بقعد افكر فيه لما بزور دول زي دي. هل عمرك تخيلت انك تعيش وسط حرب؟ ما تقدرش. بتقطع عنك ميه ونور وحياتك بتتقطع عنك، كل حاجه بتتقطع عنك. تبعد عن اهلك، تبعد عن قرايبك، ما تعرفش توصل من مكان لمكان، ما تعرفش بكره تخطط لحلم لان انت مش عارف هتصحى بكره هتكون عايش ولا لا. ده جزء بسيط ويمكن فيه اكتر بكتير. كمل جوله في مدينه حلب، بلاش نقلب الموضوع كابه، بس فعلا الموضوع صعب نفسي. اخيرا بعد جوله مليئه من الدمار والاذى النفسي وصلنا عند قلعه حلب، واحده من اقدم القلاع في العالم كله من القرن الثاني، بس اللي عمرها وخلاها قلعه وحصن عظيم هو غازي صلاح الدين ابن صلاح الدين. من داخل القلعه تقدر تقول وتشوف ان مدينه حلب زي ما انتم شايفين دي مدينه قديمه، ده التراث وده التاريخ انتهت، يعني ثلاث ارباع المدينه متحطمه، حتى القلعه المأذنة بتاعتها متدمرة وفيها آثار حرب كتير. الجامع هناك متدمر، هنا متدمر، كل حاجة تقريبا في مدينة حلب القديمة اتدمرت. يعني انت حرفيا واقف قدامها هنا، لو كنت جيت من 3-4 سنين المكان ده كنت هشوف ناس بتضرب بعض في الشارع ضرب نار حرب شوارع. ده اقدم مول مو بس اسواق مغطاه بحلب القديمه، فينا بتعتبره اقدم مول وهو احد اكبر اسواق في العالم كلياتها المغطاه. هلا مع الاسف ما حنقدر نشوف كل الاسواق مغطاه بسبب الشيء اللي صار بفتره الحرب والدمار اللي حدث هون، بس بالواقع هو كل السوق كان مسقوف بشكل كامل. يكون أطول سوق في العالم كان هنا يمين وشمال محلات، وده اللي بيحصل. كان العائلات اللي انت شايفينها دي كانت بدل ما بتيجي تتمشى وسط الحجارة كانت بتتمشى في السوق وتشتري الحاجات اللي عايزها. منظر مؤسف الصراحة، هدم كامل، تخيلوا هدم كامل، حرب وحشية مش حرب بسيطة. تقول حد اتأذى قد الناس اللي كانت عايشة هنا وشغالة هنا، ليه أصلا ولا واحد فيهم كان ليه ذنب في الحرب؟ ناس كبيرة بتلعب مع بعض واللي بتأذي هو الصغير. نختم يومنا في مدينة حلب بأحلى منظر على القلعة. هناك القلعة، قلعة اهي، هناك في للأسف برضه دمار في كل مكان، يعني حتى ما فيش مكان تقعد فيه سالم كده نفسيا ما تفكرش في اللي حصل هنا. بس على العموم قعدة جميلة، نجرب الكباب الحلبي من أشهر الأماكن اللي بتعمل كباب في العالم، يعني من رقم واحد تقريبا أو اتنين فأحسن كباب في العالم هي مدينة حلب مع الراجل الجميل ده في القعدة الجميلة. أول تجربة للكباب الحلبي. It's really good here, better than yesterday. Yeah. I would say. It's really good. تحفة. صراحة. And the view. الكباب الحلبي تجربة إجباري. مش هقدر أقول إذا كان أحلى كباب أكلته في حياتي، بس من أحلى الكباب اللي أكلته في حياتي، طعمه رهيب. وبكده تكون جولتي في مدينة حلب قد انتهت، المدينة اللي قبل الأخيرة قبل ما نروح مدينة حمص. الفيديو جاي هيكون فيديو صعب جدا وحساس ليا أنا بالذات، زي ما كل الفيديوهات دي كانت حساسة. خلينا ما ننساش قبل ما نختم أي فيديو نفتكر الشهداء اللي ماتوا والناس اللي اتهجرت والناس اللي بتتبهدل لحد النهاردة، وإن شاء الله في يوم سوريا تكون أحسن وترجع أحسن من الأول. نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.